صبحية مع غادة اليوم من جمعية الشابات المسيحيات، وباستقبالي كان السيدة هانيا قاقيش رئيسة الجمعية، وأيضا السيدة رولا المديرة التنفيذية، وأخذوني بجولة في المطبخ الإنتاج الخاص بالجمعية. أستاذة هانيا وأستاذة رولا، سعيدة جدا بوجودي معاكم في يعني هذه الجمعية اللي تحمل الكثير من التاريخ الرائع الراقي الجميل، العمل التطوعي الخيري. هناك العديد من الأشخاص اللي اليوم هن سعيدين إنهم فقط موجودين في هذه القائمة الجميلة من الخدمة المجتمعية الرائعة. ست هانيا، بالبداية إذا بدنا نحكي عن الجمعية، متى تأسست، كم عام، شو أهم الوقفات اللي كانت موجودة خلال هذا التاريخ الطويل؟ أهلا وسهلا فيكم. أول إشي بجمعيتنا ستي، الجمعية تأسست من عام 1950، إلها 72 سنة بتخدم المجتمع المحلي من خلال مشاريع عدة، في مشاريع قديمة ومشاريع حديثة، وهلأ تركيزنا أكثر إشي على المطبخ الإنتاجي وعلى التدريس. في عنا أكاديمية فوق للتدريس، وإن شاء الله بنحب يعني الكل يسمعنا ويدعمنا بهذا العمل التطوعي اللي احنا بنشتغله. نعم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكي. وهون ست رولا، يعني حضرتك أكيد على اطلاع بشكل يومي على كل النشاطات اللي بتقوم فيها الجمعية، وأيضا على كل التحديات اللي اليوم أنتوا عم بتواجهوها. يعني ربما اليوم احنا عم نحاول نلقي الضوء أكثر على المطبخ الإنتاجي اللي يدر دخل للعديد من الفتيات وللعديد من العائلات، وأيضا هو اليوم جزء يتجزأ من أهم الفعاليات اللي بتقوم فيها الجمعية، وخاصة أنه هو بيخرج على السوق التجاري. حكينا شوي عن هذا الشيء. الحقيقة المطبخ الإنتاجي هو من المشاريع القديمة الجديدة بالجمعية، تأسس عام 1996، أسسوا مجموعة من عضوات الجمعية بداية بمخيم البقعة حتى يخدم المجتمع المحلي هنالك، ولكن ارتقينا في الآونة الأخيرة إنه ننقله لعمان من أجل زيادة مساحة التسويق لهذا المطبخ، ومن أجل طبعا إحنا هدف من أهداف الجمعية، واحد من أهدافها اللي هو إيجاد الوظائف ورفع نسبة التشغيل خاصة بالمرأة. فالمشروع عمل يعني شغل ستات بيوت ومكنهم وعمل قصص نجاح، وبالتالي هدول الستات صاروا بيقدروا يشتغلوا من بيوتهم، وصاروا يعني عملوا مصدر أو مورد دخل إضافي للأسرة. ست هانيا، يعني خلال هذا الطريق الطويل احنا بنعرف انه مش بس فقط عم بكون هناك في فرص عمل، ولكن ايضا هناك تأهيل، تطوير، تنمية، عمل مجتمعي حقيقي. فحدثينا عن هذا الامر، قد ايه مهم عندكم، قد ايه بيعني لكم اليوم المشهد المجتمعي للجمعية كجمعية شابات مسيحيات، الجمعية الوحيدة التي تعنى بالشابات المسيحيات، فحدثينا عن هذا الامر. يا ستي، احنا بنركز على تنمية قدرات المرأة ان كانت اقتصادية او قانونية او مهنية، هذا الإشي اللي منركز عليه، عشان هيك إحنا فاتحين الأكاديمية ومندرس. هلأ المرأة لما يصير عندها تنمية قدرات بتقدر هي تصرف حالها، بتساعد جوزها ببيتها مثلا، ممكن تطالب بحقوقها القانونية إذا عندها أي نوع من المشاكل خارج المنزل، بالإضافة لتأمين فرص عمل إلها. كل هذا إحنا منشتغل عليه، الهدفنا الرئيسي هو تنمية قدرات المرأة ورفع مستواها في المجتمع. رولا، اليوم مشاريعكم معجنات أيام الخير أو كل المشاريع الثانية، لو شخص بده يكون جزء من الجمعية، جزء من هذا العمل، يقوم بالتبرع، يقوم بالتعامل معكم، كيف ممكن يتواصل لكم؟ وين موجودين؟
احنا موجودين، احنا جمعية شابات المسيحية عمان، هي اقدم جمعية وموجودة بعمان. هلا عندنا سيسترز مثلا جمعية شابات الفحيص، جمعية شابات مادبة بالحصن، بس كل جمعية عندها مشاريعها الخاصة فيها. احنا عمان مشروعنا المطبخ الانتاجي عم نركز عليه، لانه احنا صرنا هلا نزود السوق المحلي، نزوده بمنتجاتنا على شكل فروزن مثلجات او على شكل فريش يعني حسب الطلب، ومنتجنا يعني بسيط نظيف بيتي. فاحنا بنتمنى انه من خلال طبعا قناة رؤية ومشكورة انه نوسع مساحة خلينا نقول التسويق وتعرفنا الناس وتصير تطلب. انت اليوم كيف عم بتشوفي المشهد التطوعي اليوم؟ عم بتشوفي اقبال الشباب؟ يعني احنا تحت الهوى، يعني لازم احكي انه تحت الهوى كنا عم نحكي عن اليوم ربما ما عم نشوف تطوع بالشكل التطوعي اللي احنا بنرغب فيه. ما في للاسف، يعني الجيل الجديد ما كبر على مبدا العمل التطوعي. ينقصنا التوعية في المدارس، ينقصنا يصير في برامج توعية يجيبوهم على الجمعيات يدربوهم يفرجوهم إيش عم بيصير عمل بالجمعيات، يعني كل هذا بيحفز العمل التطوعي عند الشباب. ومن ثم كان أكيد هناك جولة لحتى نتعرف على مجموعة من السيدات الرائدات والرائعات عضوات الجمعية اللي دائماً بيقدموا كل ما عندهم لحتى يحاولوا يحافظوا على دور الجمعية المهم في عمان وفي الأردن. خلصنا صبحية مع غادة بصورة جماعية من أمام هذه الجمعية العريقة.